نصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتوقع ان لسه الطقس مكمل في شدته، وهيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حار رطب على السواحل الشماليه، لكن بالليل الجو هيكون مائل للحراره. تفاصيل اكثر عن حاله الطقس النهارده هنتعرف عليها من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. عايزين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس، وخصوصا ان الناس كتير بتقول هل الرطوبه دي مكمله معانا شويه، وهل هيكون في ارتفاع يعني بدرجات الحراره خلال الفتره اللي جايه، ولا هيكون في انخفاض؟ لا، بالفعل في استمرار الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه خلال فترات النهار وفترات الليل، ويمكن نسب الرطوبه هي اللي بتخلينا نحس بالاجواء يعني فيها ارتفاعات كبيره في درجات الحراره، لانها هي بتعلي درجه الحراره المحسوسه عن المقاسه في الظل بحوالي من درجتين لاربع درجات. نسب الرطوبه بتتجاوز 90% على السواحل الشماليه، اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط بتتجاوز 85% على القاهره الكبرى، فده بيؤدي لمزيد من الاحساس بارتفاعات درجات الحراره. وبالفعل بنحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه فترات النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، وأيضا جنوب سيناء، ده خلال فترات النهار. وكمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، ده بيزود إحساسنا أكتر بارتفاع درجات الحرارة. الأجواء بتكون أجواء حارة رطبة على سواحلنا الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط فترات النهار. فترات الليل أيضا بيبقى يكون في ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، وبنحس بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على اغلب مناطق الجمهوريه، ويمكن كمان بنحس بالاجواء الكاتمه خلال فترات الليل بسبب ارتفاع نسب الرطوبه. صحيح. لكن في بعض الفترات خلال فتره المساء بنلاحظ وجود نشاط للرياح سرعته ما بين ال 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، وده بيكون على اغلب مناطق الجمهوريه، ده بيقلل لحد كبير احساسنا بنسب رطوبه فترات المساء، فبالتالي بنحس معاه بالاعتدال في الاجواء، لكن هو بيكون فترات المساء فقط، باقي فترات الليل بيحصل هدوء لسرعات الرياح. تمام. طيب ناس كتير بتسال هل يا ترى في موجات حر هتجيلنا ولا لا، خاصه ان احنا خلاص اقتربنا من منتصف اغسطس وحتى الان ما كانش في موجه حر شديده. خلينا نقول يعني احنا اعلى درجه حراره سجلناها على مدار صيف 2022 كانت 37 درجه مئويه، لكن في ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه مفيش شك، وده اللي هيكمل معانا لنهايات شهر 8 باذن الله. وارد جدا يحصل موجات فيها ارتفاعات في درجات الحراره كبير، لكن الى الان درجات الحراره تكون حول المعدلات على الاقل المنتصف في الاسبوع القادم، يمكن كمان لنهايات الاسبوع ان شاء الله هيكون درجات الحراره حول المعدلات، بتتراوح ما بين 33 ل 35 درجه مئويه، ودي درجه طبعا الحراره المقاسه في الظل المحسوسه هتكون اعلى من القيم دي، بتوصل اعلى بحوالي اربع درجات، يعني بتوصل احيانا ل 38 و39 درجه مئويه. طيب. لكن درجات حراره مرتفعه بشكل كبير الى الان. طيب. ما فيش اي خرائط بتوضح كذا، واحنا كده كده بنتابع مع حضرتك يوميا يعني الطقس بالتفصيل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. تعالوا نتابع مع بعض درجات الحراره النهارده المتوقعه على محافظات مصر، وهنبداها من القاهره والعظمى 34، الصغرى 23، اسكندرية 31، 24، مطروح 30، 24، سيوة 36، 23، بورسعيد 32، 25، دمياط 31، 25، الإسماعيلية 35، 26، السويس 35، 25، العريش 32، 24، طابة 36، 26، كاترين 33، 19، شرم الشيخ 38، 30، الغردقة 38، 30، الفيوم 35، 25، بني سويف 35، 25، المنيا 36، 25، أسيوط 36، 25، سوهاج 38، 27، قنا 40، 28، الأقصر 41، 29، أسوان 41، 29، الوادي الجديد 41، 25، شلاتين 40، 32، وأخيرا حلايب 35، 29. طمنا حضراتكم عن حالة الجو النهارده، هرجع مرة تانية لأحمد ومنى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار.